علاش الرئيس ديال كوريا الشمالية اللي كيقولوا عليه ديكتاتوري قاطع الانترنت على الشعب ديالو باش يخلي الشوهة ديالو غير في البلاد ديالو يشوفها غير هو؟ داكشي باش قطع عليهم الانترنت؟ كتقلدوا التركيين حتى في الموستاج. واش المغاربة ما عندهمش الموستاج؟ واش حنا ما عندناش الموستاج؟ كنقلدوا دابا التركيين حتى في الموستاج، خصنا نديروا موستاج كحل بحالهم ونهضروا بحالهم. تمشي لأي بلاصة في المغرب تدق الباب تقول له راه فيا الجوع يعطيك الخبز، واش عمر شي واحد مات بالجوع في المغرب؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. قبل ما ندخل في الموضوع اللي جيت ناخذ فيه هاد النهار اخوتي المغاربه، بغيتكم تدعيو شي دعوه للخير مع ديك الشابه مديحه مسكينه اللي توفات في تركيا وخلات جوج ديال الوليدات يتامى. لا ياخذ الحق في اللي كان سبب، خصكم تهزوا اكو في الدار عيدكم العالي القادر اخوتي المغاربه كلكم، وتدعيو شي دعوه للخير مع ديك الشابه مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها في هاد النهار يا رب العالمين. بغيت اخوتي المغاربه نطرح عليكم واحد السؤال، سطاني هبلني هاد السؤال هذا. شنو كنستافدوا من المسلسلات التركيه والمسلسلات المكسيكيه؟ المكسيك فين جات؟ جات في تلت الخالي بعيده علينا بالاف الكيلومترات، الثقافه ديالهم بوحدها ما عندنا علاقه احنا بالمكسيك، احنا مغاربه دوله اسلاميه مكتوبه في الدستور. وكنجيبوا وكنستوردوا مسلسل مكسيكي ديال انطونيو غوادالوبي سي باشكون خيسوس خيرينتو، اش دخلنا احنا في هاد المسلسلات؟ واش الثقافه ديالنا شنو غيزيدونا دوك الناس؟ شنو غنستافدو منهم؟ واش هي دولة مسلمة المكسيك؟ مثلا واش جبنا واحد المسلسل مثلا من الأردنوي ولا مثلا من ليبيا ولا من الجزائر ولا من تونس، كنفهموا اللغة ديالهم، ثقافة وحدة، مسلمين بحالنا، غنستافدو شي حاجة مثلا منهم إيجابية مثلا، والحاجة اللي سلبية ما عندنا ما نديرو بها، شنو غنديرو حنا بمسلسل تركي؟ علاش يا المغاربة؟ وكنوجه الرساله ديالي دابا للممثلين والمش، حنا ما عندنا لا مخرجين لا مؤلفين، الا ما كتعرفوش تكتبوا لا عيطوا لنا نعاونوكم. انا ما مخرج ما كاتب ما حتى شي حاجه، انا تعلمت كل شيء في الزنقه ومن الدنيا، عيطوا لي نعاونكم. الا ما كتعرفوش تكتبوا شي فيلم ولا نجيو نكتبوا نعاونوكم نكتبوا معكم فيلم. كتقلدوا التركيين حتى في الموستاج، واش المغاربه ما عندهمش الموستاج؟ واش حنا ما عندناش الموستاج؟ كنقلدوا دابا التركيين حتى في الموستاج، خصنا نديروا موستاج كحل بحالهم ونهضروا بحالهم. مسلسلات مؤخرا مغربيه كيديروا بحال التواركه، حتى هما كيقلدوا التواركه التقليد الاعمى. منين كتكون كتقلد واحد السيد يعني انت الثقافه ديالك تالفه، كتقلب عليها ما كايناش، ما كتعرفش انت منين جيتي، بحال شي واحد ولد الحرام، كيكون ولد الحرام كيبدا كيقلب على والديه، هو ما عندوش الوالدين وكيقلب عليهم شكون هما، هو تالف، هو ولد الحرام ما عنده اصل. هو منين كتقلد واحد السيد واحد اخر انت ما عندك اصل، الاصل ديالك مجهول الهويه انت، وهذاك الاصل اللي داك السيد اللي كتقلد ماشي ديالك، داك الشيء ماشي ديالك انت، ماشي من ديك الدوله هذيك، انت ماشي تركي مثلا وكتمشي كتقلد واحد المسلسل تركي كتجيبو كتبغي دير بحالو. واش نتوما ما عندكم دماغ؟ واش نتوما ما عندكم ابداع؟ شنو هو الابداع اللي كتهضروا علينا به ديما وكتخوروا علينا به ديما وكتقلدوا وحدين اخرين؟ دير مسلسل مغربي قلد غير الناس ديال بلادك، الناس ديال الشمال، قلد الناس ديال الدار البيضاء، غير المغرب راه فيه تبارك الله مزيج من الثقافات والحضارات، وراه العجب اللي كاين في المغرب ما كاين حتى في شي دوله. علاش نمشي انا نستورد واحد المسلسل من واحد الدوله المكسيك اللي فيها الفراده ولي بيستولي والهضره ديالهم، هما كيهضروا بالسبليونيه والثقافه ديالهم كذا وكياكلوا الحلوف؟ اش دخلنا حنا في المكسيك؟ اش دخلنا حنا في المكسيك؟ اش قلت لكم هاد الهضره اخوتي المغاربه؟ حيت العديد ديال المغربيات مساكن كيمشيو في الرجلين كما طرى المديح الله يرحمها ويوسع عليها في النار يا رب العالمين، اللي تزوجات هذاك الكردي. الكردي ما عنده علاقه بالثقافه ديالنا، حيت عندهم بزاف ديال المعتقدات، وبزاف المغربيات تزوجوا تركيين وتكرفسوا عليهم الوالدين ديال الازواج ديالهم، الام ديال الزوج ديالها تكرفسات عليها وقالت لها ما تبقايش تهضري بالدارجه عندي في الدار ليماك، وغادي غادي نصلي يماك بالشطابه، وعطاوهم العصا وتكرفسوا عليهم في جبال القوقاز. مغربيه كتمشي حتى للقوقاز كاع، وحاليا كاينين مغربيات في الهند تزوجوا في الهند. عباد الله اش غندير انا في الهند في الثلث الخالي بعيد في قرطاخنا والهنود، كينعسوا حدا الواد الحر الله يستر، الويدان ديالهم عامرين بالواد الحر، الثقافه ديالهم ثقافه الله يستر بوذيه، مشحال من واحد عندهم هما كيديروا ديك النقطه الحمراء هنايا ديالهم، مشحال من واحد كيعيش غير في الاحلام ما كيعيشش في الواقع، كيشوف هو التلفازه كيشوف البارابول كيسحب له هذاك هو الواقع. منين كيمشي للواقع الحقيقي لا رياليتي عاد كيصطدم بالواقع. صحاب لهم راه كاين تما شاروخان غادي تتزوج هي بشاروخان، ملي كتمشي للهند كتلقى النصيبه ديالها بواحد الشطابه بواحد العكاز في شي بويت ديال التراب والطوبات كيتجاراو تما في نيو ديلهي، حيت في الهند وبنغلاديش راه ما كينعسوش كلهم في دقه واحده.
بحالنا حنا في المغرب، حنا في المغرب الا بغيتي نعس نعس في النهار، نعس في الليل، في الصباح، فيق فوق ما بغيتي، سير القهوه فوق ما بغيتي، سير المحلبه فوق ما بغيتي، نعس في الجرده، تمشي للدار البيضاء كاع اللي مدينه كبيره وتلقى بلاصه فين تنعس، تنعس في الجرده، تنعس هندو بنغلاديش راه ما كينعسوش كلهم في دقه واحده، واحد الليله كينعس فيها النص ديال الساكنه ديال الهند كلها، حيت ما كاينش المساحه، ما كافياش الا جاوا ينعسوا كلهم في دقه واحده غينعسوا متلاصقين، بحال الا قلتي كيديروا بحال داكشي ديال العسه ديال البوليس، واحد راه عساس وواحد ناعس، النص كينعس هاد الليله والنص لا غد ليه كينعس الليله ديالو، ما عندهمش حتى فين ينعسوا، ما عندهمش المساحه اللي سباس تما، الا لاحظتوا في العواصم الكبيره بحال الاغلبيه ديال المياه في الهند صالحه للشرب غير صالحه للشرب، الماء عندهم ملوت غير صالح للشرب، اول حاجه الا عشتي في الهند وكتشرب داك الماء المده ديال 10 سنين غادي تصاب بشي مرض مزمن، ولا لاحظتوا عندهم واحد الواد تما كبير كيدوشوا فيه، واحد الواد موسخ كيجيو كلهم وكيبداو يدوشوا بواحد الطريقه عشوائيه بحال داكشي ديال 1600، يعني رجع للقرون الوسطى، شي باش كنقول لكم اخوتي المغاربه بان الاغلبيه ديال المغربيات الله يهديهم على راسهم كيبان لهم بان الا خرجوا من المغرب غيلقاو الجنه وكيصطدموا بالواقع المر كيلقاو جهنم، واش بنادم اللي كيمشي يعيش في الهند واش انا نخلي المغرب اللي السويقات عامرين بالخضاري والجرادي غير مشتتين الحمد لله والمحلبات غير مشتتين والخير موجود، تمشي لاي بلاصه في المغرب تدق الباب تقول له راه فيا الجوع يعطيك الخبز، واش عمر شي واحد مات بالجوع في المغرب؟ واش نخلي انا المغرب عباد الله وراه حنا غادي ندق دقه الحمد لله، والسبيطارات وجدوا مستشفيات كبار في المغرب الحمد لله وكل شيء، يعني غادي كنقادو فيه دقه دقه ونخدموا بلادنا ونجلسوا في البلاد ديالنا ونخدموا البلاد ديالنا، اصلا البلاد ديالنا حنا ما كنموتوش بالجوع في المغرب، ما عمر شي واحد مات بالجوع، نخلي انا البلاد اللي فيها النعمه، خلي انا البلاد اللي فيها النعمه وفيها الماء الزوين، الماء الحلو، الماء ديال المكناس النقي البارد الحلو، الماء ديال إفران، ونقز ونشد الطياره ونمشي انايا لنيو دلهي باش نعس حدا الطوبات ونعس حدا الواد الحار وناكل الخروب، نتعشانا بالخروب. الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه، الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع، كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.